برعاية المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيير باتيستا بيتسبلا، كرمت الأمانة العامة للمدارس المسيحية في الأردن المعلمين والمعلمات الذين أمضوا في خدمتهم 20 عاما وأكثر في المدارس المنتشرة في مدن وقرى المملكة، خلال الحفل الذي أقيم في فندق حياة عمان بحضور المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات ومدراء المدارس. وأثنى المطران بيتسبلا في كلمته على السمعة الطيبة التي تتمتع بها مدارس الأردن وقال: إننا فخورين بسماع كلمات الإطراء والثناء في كل أنحاء العالم على نجاح المسيرة التربوية الرائدة في هذا البلد العزيز. ووجه الأستاذ خلدون حجازين من كلية تيراسانتا الشكر والتقدير باسم المعلمات والمعلمين المكرمين: أيها المكرمون، أقول بلسان حالكم، لقد غزا الشيب الرأس، ولكن ليكون تاجا على هاماتنا، ما الشيب يعيب، وإنما هو رمز وفخار لكل ما يجعلنا في هذا الوطن الغالي بناة لأجيال كما ذكر سابقا هم حماة الوطن. نعم، المعلم نبراس وسيبقى بإذن الله نبراسا يضيء حالك الدجى ويجهض الجهل في مكامنه ليغدو العلم طريقا وسلاحا لهذه الأجيال القادمة. وهنأت الأخت ليليان النمري من راهبات الوردية في كلمتها جميع المعلمين المكرمين، وقدم عدد من الطلبة قصائد شعرية تحمل كلماتها الشكر والتقدير لرسالة المعلم. وقدمت خلال الحفل العديد من الفقرات والدبكات التراثية التي أداها طلاب وطالبات كلية تيراسانتا، وألقيت كلمات ومقطوعات شعرية. ولا مللت ولكن زدت إلحاحا، وما نظرت إلى أزر وقد نقصت حاجات أهل، وما قالوا لقد باح، عللت نفسك بالآمال تزرعها حتى غدوت أمام الناس فلاحا. اليوم في هالصباح الجميل أردنا تكريم معلمينا، نحن كأمانة عامة للمؤسسات التربوية بالأردن أردنا أن نقول من خلال هذا التكريم اللي كرمنا فيه كل معلم ومعلمة اللي خدم أكثر من 20 سنة في مدارسنا، أردنا أن نقول له في هذا التكريم شكرا على تعبه، على محبته، على تضحيته، على أمانته، على صبره. كيف لقوا نحن نفخر أنه هنين اللي ربوا أنشأوا أجيال أطباء، مهندسين، علماء، موظفين صالحين، فهو شكر طالبين البركة لكل معلم ومعلمة ولمدارسنا في أردننا الحبيب. الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية مظلة لرعاية هالمجموعة الطيبة اللي استصبحنا اليوم إشراقة صباح جميل مع كادر معطاء مضحي بمدارس الأمانة. نحن بدنا نطلب من ربنا إنه يعطيهم القوة والصحة لها المؤسسات التربوية المسيحية في الأردن حتى تستمر بعطائها، حتى تستمر بالدور التربوي التعليمي الأكاديمي اللي بحاجة إله كل أفراد وجماعات الأردن بغض النظر عن جنسها، دينها، عرقها، اللي عم تربيها مدارس هالأمانة بعدالة واحترام لكل الأديان والأطياف اللي بتتعامل معاها. وشكراً لكم نورسات على هذه المقابلة الجميلة، الله يقويكم وتضلوا شمعة مضيئة في عالمنا. طبعاً كتير شعوري حلو، يعني إشي كتير كبير، وبفتخر إنهم قدرونا لأنه هذا يعني بنحطه زي ما قال تاج على كتافنا وإشي حلو، وبنشكر الأمانة العامة على هالتكريم الحلو. إن شاء الله دائما نضلهم فوق رؤوس راسنا ويفتخروا فينا كمان، وهذا كتير شيء معبر وحلو كتير والفرحة مش قادر أعبر من الفرحة لأنه كتير حلو. يعني
كثير مبسوطين بالتكريم عن جد، مشاعرنا مش قادرة أوصف لك إياها، لأنه فعلا التقدير إجاب بوقته بعد الجهد والعطاء اللي بذلنا يعني في هذه السنوات. فعلا هي متعبة ومرهقة، لكن لما تلاقي فيه تقدير لو بسيط لكن كثير كثير حلو، عن جد انبسطنا وبنشكر الأمانة العامة لهذا التكريم الرائع. كثير مبسوطة بالتكريم هذا لأنه أعطى دعم للمعلم، يعني بعد عمر إنك خادم أكثر من 20 سنة وأعطانا الدعم هذا، كثير إحنا مبسوطين، والأمانة العامة يعني مشكورة جدا إنها دعمتنا ورفعت من معنويات المعلم يعني بهذا التكريم، وشكرا كثير لكم. أنا كثير انبسطت في التكريم هذا، وبشكر الأمانة المسيحية وبشكر نورسات كمان على هاي المبادرة الحلوة اللي منهم إنهم غطوا هاي الفعالية، وكثير أنا مبسوطة، والواحد هذا بزيده عطاء لأنه يكمل زيادة أكثر، مش بس لهون كمان أكثر. وفي ختام الحفل قدم المطران بيتسا بيلا الهدايا التقديرية ل 232 معلما ومعلمة يعملون في 54 مدرسة.